اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باساتذتنا الكبار في النقد الرياضي. استاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. مبارك ايه، كله تمام؟ ايضا استاذنا الاستاذ عصام شلتو، ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خليني ابدا مع حضراتكم والقضيه اللي بتشغل بال كل الاهلاويه، لماذا تم اخفاء جواب من 19 يناير وحتى 14/4 وخرج الاستاذ الدكتور وليد العطار المتحدث الرسمي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم والمتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم، وقال ان هو لم يتم اخفائه وان نادي بيراميدز في البطوله الكونفدراليه طلب ان ينظم النهائي وبالتالي بعتنا هذا الجواب. النادي الاهلي لم يطلب، على الرغم من ان الاتحاد السنغالي طلب والاتحاد النيجيري طلب تنظيم هذه البطوله وما كانش عنده فرق اساسا في البطوله. الموضوع واضح يعني فضل. يعني اصل هو اجابه، عارف الاجابه زي اوائل الطلبه زمان نعمل كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه طبعا نعم. ما ينفعش يقولوا لنا كده في الوقت اللي معروف ان الاتحادات والاتحادات فقط هي التي تطلب، والدليل قلنا بدل المره مليون يا استاذ جمال يا كابتن اسلام، انه لازم تكون انت عندك استعداد تروج لبلادك، تحط منشآت بلادك في الجمهورية الثانية في هذا الجهد المبذول من منشآت رياضية، تعيد زهو استاد القاهرة في اقل تقدير، وبالتالي بدل ما شفنا كده منتخب مصر بيلعب بثلاث تنفار كان عليهم ان هم يروجوا للصناعة، وبالتالي الكلام واضح وصريح يعني مش محتاج نستنزف فيه. لا هو فندم ليست عمل أندية ولا شأن للأندية خالص نهائي. حضرتك تعلم جيدا في اللوائح ودايما بتكلمني باللوائح بالظبط، وحضرتك نفس الكلام يا استاذ جمال، لكن قد يكون انا عارف على فكره قريت اللائحه بس انا بسال. نعم. قد يكون هناك حاجه في اللائحه تقول ان مثلا الكلام اللي بيقوله كابتن وليد ده صحيح ولا لا؟ هو اصلا الاول قالوا الترجمه ومش هنعملها كده تاني، واحنا اسفين يا مصر، وظبطنا الراجل المترجم اللي طلع مش مترجم وجبنا اتنين مترجمين اخر حلاوه. انهي حاجه فيهم بقى يا استاذ جمال؟ ما عنديش اضافه الحقيقه. يعني ضيف اوبيان اللي ضيف الكوره يعني. الصبح لا انا ايهاب الكومي قال عضو مجلس اداره الاتحاد الصبح في مكالمه تليفونيه في احد البرامج في الراديو في الشرق فصل 12 الصبح 12 فصلنا بالليل استاذ محمد ابو الوافع عضو مجلس اداره غير صحيح مع الكابتن شوبير قال كده بالظبط، غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح اطلاقا. لا ده الموضوع انا الحقيقه ما بقتش فاهم. لا الموضوع مليان لخبطه بصراحه وده يدل على انه الاتحاد مرتبك، اتحاد الكرة مرتبك ومش عارف يخرج من انت عارف لو اعترف بان في ازمه برافو عليك، لو اعترف، وعلى فكره مش عيب قوي يعني ولا فضيحه لما يقول احنا غلطنا وفي ازمه بالظبط، انما كل يوم في قصه جديده بتطلع لدرجه انه الناس بقت تلومنا. يعني انا اما كتبت على قريت خبر انه فصل 12/1 بناء على المكالمه اللي هي اجراها دكتور ايهاب الكومي الشباب والرياضه دكتور ايهاب الكومي مع ايهاب الكومي دكتور ايهاب، وكان موجود زملائنا هاني عبد الصبور وعوني نافع كانوا موجودين في الاستوديو وفعلا رحت كاتب ان في خبر كذا، وبعدين في خبر تاني ينفي ان هناك 12/1 اتفصل. الناس عارفه، فانا قلت عايز خبر تالت اعرف منه مين الحقيقة لان في خبرين ضد بعض صح، وهنا عضو مجلس اداره رسمي وهنا عضو مجلس اداره وهنا عضو مجلس اداره. ولما الكابتن شوبير استضاف الاستاذ محمد ابو الوفا، الراجل انا ما اعرفش بصراحه مع كل احترامي ليه ازاي وافق انه يطلع المداخله وهو ليس على علم ولا ملم. برافو عليك يا استاذ جمال بكافه الابعاد، لدرجه انه قال انا والله ما اقدرش اجاوبك لاني ما اعرفش ان في جواب. طب ازاي؟ وبعدين هنرجع بقى للموضوع، خلاص قلنا الجواب اللي عاملين ندور عليه كانه في بلد تانية، ده الجواب ده يعني وزاره الشباب والرياضه زي ما قال الدكتور اشرف صبحي شكل لجنه قانونيه عليا لبحث هذا الامر، وحتى الان لم تعلن النتائج. لكن اللي انا عايز اقوله ده لسه امبارح اللجنه تشكيل امبارح، لا ان هناك خطاب اللي حضرتك كشفت عنه امبارح
والناس اتكلمت. ناس كتيره يعني اللي هو خطاب الخمس بطولات وخطاب السبع بطولات. سبع بطولات. ده برضو يدل دلاله قاطعه على ان جه الجواب من الاتحاد الافريقي وحد مرره بطريقه معينه. مسحوا يا فندم. ايوه بلدين. يعني انت يعقل انك تطلب تنظيم بطوله اللي هي رقم اتنين في القاره ولا تطلب تنظيم البطوله رقم واحد؟ لا يا فندم، قبل بقى ما حضرتك تقول الكلام ده صح هو كلام مظبوط، ولكن قبل ما حضراتكم تكملوا في هذا الامر، الخطاب جه 19 يناير. ايوه. طلع يوم كام الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ 14/4. 14 ابريل طبعا. يعني بعد اربع شهور. ثلاث شهور. لا، وفي 19/1 في معلومه ثانيه برضو انا يعني سمعتها على لسان الدكتور وليد، ان هو بيقول احنا بعتنا ست جوابات لكاف وسته زيهم لفيفا. امتى؟ بعد ابريل. بعد ابريل، بعد ما الاهلي فجر يعني المسكين. بعد ما زي ما بيقولوا الفاس وقعت في الراس والدنيا خلاص، وجاي تقول انا معاك بعد الموضوع 12 من جواب. طبعا لا يمكن هيبقى في رد على هذه الخطابات، لان الموضوع عدى. يعني انا مش عايز اقول استاذ جمال، الموضوع واضح وصريح. هناك كلنا يا استاذ عصام، هناك من عمل تسويه مع لقجع وقال له ناخد الكونفدراليه عشان دول اصحابنا، وما ناخدش ابطال الدوري ولا خد دي ولا خد دي. اتصرف، ما هو خدش دي ولا دي. المراد اخذ الكونفدراليه ليه خرج، ما هو القصه ما كملتش. الله يا جماعه، هو مين اللي قال؟ لا كابتن عصام، لا كلام مين؟ ليه القضيه دلوقتي اتحولت لاننا بس بندور على الجواب؟ يعني ايه ده؟ يعني ده مش موجود ألف به إدارة. التدوير عن جواب عشان الأهلي مش تم احنا بيعه. أنا بتكلم الأهلي تم بيعه من الأهلي. أيوة، القضية دلوقتي أصبحت إنه في ناس جوانا جوه الكرة المصرية بيعانا. بيعانا ناس جوانا وبيعانا. عايز واحدة إطلاقا كمان. يخرج السيد وليد العطار ليؤكد أنه تم الاتفاق مع حكام أجانب لمباراة القمة وانتهت القصة ومن التوب فايف. يخرج كابتن عصام عبد الفتاح. دي قصه ثانيه. اخر النهار. ما تعرفش ايه حكايه الورديه دي؟ ناس الصبح وناس اخر النهار عشان يقول اطلاقا لم يحدث، لازلنا في مرحله التفاوض. موافق. ايه حكايه التفاوض دي؟ يعني انت بتفاوضهم على ايه بالظبط؟ يجوا بأني تيشيرتات؟ انت بتفاوضهم على ايه بالظبط؟ لا يا استاذ عصام، هي الموضوع مش التفاوض كمان. قال كده. لا انا عارف، انا مصدق، انا عارف طبعا، لكن انا بسال في حاجه تانية. هو في حاجه اسمها ان انا استاذ عصام يطلع الصبح يقول حاجه، يقول ابيض الدنيا بيضاء والدنيا حلوه وكل حاجه في اتحاد الكره مثلا وكذا وكذا وكذا، وبعدين استاذ جمال اللي هو عضو معاك في كل حاجه يطلع بالليل يقول لا يا جماعه مين اللي قال ان الدنيا بيضاء؟ ده بينفي الكلام هو الكابتن. مين اللي قال ان الدنيا بيضاء؟ ده الدنيا سودا سودا سودا. انا مثلاً والاستاذ عصام لو شغالين ورديتين في اتحاد الكوره، انا او هو، لو انا شغال ورديه الصباحيه قبل ما بمشي هقول له، بقول له يا استاذ عصام اهو، قال لك بص في ورقه اهي بالليل دي على راس الاوراق اللي عندك، ده الف ب دي المواضيع المهمه. لكن فعلا هذا يثبت ان هناك سوء نيه متعمد. الله ينور عليك، هو ده اللي احنا مش عايزه يعني افصال ولا بصراحه. طب لماذا لا يخرج علينا اي حد من اتحاد كره القدم ويقول لنا يا جماعه احنا اخطانا في ان احنا جاب مثلا جه واتحط في درج وما تعرفش؟ عارف اخطر وان عصام شلتوت هو السبب مثلا، يعني عارف الاخطر، او اسلام الشاطر هو السبب، عارف الاخطر يا كابتن اسلام، يجيبوا كبش فدا ويخلص. لا، عارف الاخطر، تيجي حتى في افلام السينما عادي. يعني اخطر ما في الموضوع، اتفضل، في فرضيه اتقالت انه ممكن يكون دكتور وليد العطار لم يعلم شيء عن الجواب. لا 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 لا، دي قصه ثانيه. ده فرضيه اتقالت دي، لو حصلت ما فرضيه. بمعنى ايه؟ حد بيقول بقى ما احنا في عصر ايه تفسيرات وتوقعات، يبقى قالوا له العب الدور اللي هو بيتضرب بدل البطل، فالراجل رفض. يعني ممكن يكون الفرضيه دي. لا ده انا بقول لك حاجه عليه. طب شيل انت، يعني هو ممكن حضرتك تقصد معناه ان في ده جواب. هو اولا في حاجه اسمها ايميل اللي انا اعرفه، يعني انا مثلا لما بطلب حاجه رسمي بتجي لي هو الجواب يعني جيب الميل ويطبع. طب يا فندم ماشي، ايوه، لا الميل ده في نص الليل، الميل في نص الليل. حتى لو في نص الليل يا فندم، انا مش بصحى الصبح اقول لك تفتح الورديه بتاع نص الليل تبلغ الورديه الصباحيه مثلا الشيفت، يعني
بان والله انتوا عندكم جواب. على فكره ده اللي احنا اتعلمناه في الاداره، ان انت أيوة. في شيفت هنا بيخلص بيقول الشيفت اللي بعده والله انا كان عندي بالليل الاستاذ عصام والاستاذ جمال ما تجيبهمش الصبح مثلا. لا، وفي من الاساسيات ما يبقاش عندي جوابات بهذه الاهميه واقفل عليه الكمبيوتر بتاعي مثلا. ده لازم يكون على جهاز او على مكان في المتناول. وبعدين اللي طب انا ممكن اسال حضراتكم سؤال؟ طب وبعدين يا فندم؟ شوف بقى المعالجه. اتفضل. المعالجه تبقى أيوة. ايه؟ هو جه الاستاذ عصام انه السيد جمال علام وبرضه اعلنوها النهارده يعمل لجنه مراقبه في مكتبه عشان يبقى عارف كل حاجه فتكتشف. يعني ايه لجنه مراقبه في مكتبه؟ يعني اي حاجه تيجي فكرني الاستاذ جمال بيقول ما يتقفلش عليه جهاز واحد يعني يتكوت، يبقى فيه عنده ايه ياخد ماسوره من الكمبيوتر ده لكمبيوتر في مكتبه عشان اللي هي سي سي واصله يعني واصله ياخد واصله واخد بالك على اساس يعني ايه سي 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 يروح عاملنا واخد هو ده بقى جزء مراقب عشان ما حدش يعملها معاه تاني. فتكتشف ايضا ان اعضاء مجلس الاداره في همهمات كده يقول لك ايه اصل والله لما بيتعرض فالاستاذ جمال بياخد قرار ويوقعه والشغل يمشي بيه وبعدين يقول لنا لما نتجمع. لا انا نفسي اعرف اجابه على السؤال. انت جاي لك 7 طلبات وديت 5 ليه؟ ازاي يبقوا 5؟ ومين هو العبقري اللي اختار الخمسه واستبعد 2؟ ما هو يعني حد عمل كده؟ استنى يعني هي دي مش تساؤل مشروع نعرف ايه لو انا استبعد بند واحد بس يا باشا. انت جاوبت ابطال الدوري مفيش بند تاني. اصل ده رد على ايه يا استاذ عصام يا كابتن اسلام؟ ده رد على اللي بيقول لك انه النادي مفروض يسال. النادي مش هيسال وانا يعني مش وانا اعرف منين يقول لهم ايه ان انت جايلك جواب اكتر من ان هم عليهم بكل يقين ان يحترموا الراي العام والشارع المصري ويطلعوا يقولوا بس كده في اي صفحه من صفحات لوائح الكاف ان النادي هو الذي يطلب ويقولوا لنا ازاي السنغال وكابتن اسلام قال ونيجيريا كانوا مقدمين وليس لديهم. على فكره مش انا اللي قلت السنغال ونيجيريا، ده انا كل ده جايبه من على الصفحه الرسميه للاتحاد. ده اللي انا بقوله يعني حضرتك عرضتها احنا ما هو ده دليل على ايه؟ على انه في حد اخفى هذا الامر واضحه. طب مش محتاجه. وبعدين يا استاذ عصام ما هو يعني انا اقصد يا استاذ جمال ان احنا طب احنا بقى لنا اسبوع وبعدين يا كابتن اسلام وبعدين على النادي الاهلي ان يقود منظومه اللي هي الانديه حيث ان الرابطه ايضا انا مش عارف هي بتعمل ايه بالظبط او فاضيه لايه بالظبط، محدش يزعل مني يعني ده هذا رايي على الاقل رأيك. وبالتالي على النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي ان يبين مش بالدليل بقى بواحد 2 3 4 مفاجآت ولا يريد أدلة يعني محدش طالب منه أدلة لأن الموضوع مدلل على نفسه يكشف عليك. هو الاتحادات في العالم هي كده والجزء الآخر هو سيستم أي اتحاد في الدنيا بيتشكل من إيه؟ من لجنة كذا ورابطة كذا معلش هيتعبوا شوية في التحضير ده ومن ثم كل المقاعد في المؤتمر وإلا فالمؤتمر محكوم عليه بانه يبقى داخلي ويبقى كما صفر المونديال الله يرحمك كابتن سياجي ويدي الصحه الاخرين قال لك خلاص كده اسوان كلها مقتنعه كده وكان احنا بنروج لمونديال وكانوا بيروجوها جوه مصر فاحنا بالتالي محتاجين كل الصفوف وانا بزعم انه ان شاء الله لو لينا نصيب من اهل الدنيا اروح اذا ما لمحت مراسل لصحيفه اجنبيه أو وكالة أنباء عالمية سأخلي مقعدي فورا وأجيب له ورق وقلم. أنا عارف طبعا أنه كله يعني تكنولوجي بس برضه عشان يحس أنه إيه صحفة. مع اتحاد الكورة أروح أجيب له مش مصر لا مصر عندنا كل حاجة لكن عشان يحس أن الموضوع في اتحاد الكورة أول ما تدي له ورق وقلم يكتب على قديمه ويعرف أنه بنتكلم على اتحاد الكورة وبالتالي لابد لهؤلاء ومحطات التلفزيون وكلها ممثلة هنا وأنا بقول لابد من التواصل مع الصديق والزميل ناقبنا والذي يتولى مسؤولية أيضا في الاستعلامات أنه يدعو لحضور المؤتمر كل المراسلين الأجانب مصر في الجمهورية الثانية النادي الأهلي الذي تزعم دائما حركة التغيير مش هقول التطهير هنقول التطوير عليه أن يقدم هذا للمجتمع الكروي المصري بإذن الله يوم السبت ما دون ذلك يا جماعة يبقى بنتكلم بطريقة صفر المونديال. تمام ده رأي الأستاذ عصام يا أستاذ جمال رأي حضرتك؟ أنا رأيي إنه الهدف
مما يفعله النادي الاهلي هو عدم تكرار مثل هذه الاخطاء. خلاص اللي حصل حصل، وتحمل الاهلي ودفع الفاتوره، صح؟ هو الاهلي هو اللي ضحيه لهذا الامر. لكن احنا ليه الاهلي لغايه دلوقتي بيتكلم في الموضوع؟ زي ما حضرتك بتقول في برنامجك الاهلي مش لا هو شكاي، ما هو الاهلي لا شكاي ولا بكاي. انا عمري ما بقول كده، انا لا بقول ان انا بتريق على الناس اللي بتتريق. انت بتتريق على مش بتريق، بقول ان ده غلط على من يتهم الاهلي بان هو يعني يا اخي انتوا خسرتوا بطوله مش خلاص بقى. هي الفكره مش فكره بطوله، هي الفكره انه كيف خسرت البطوله، ومن الممكن ان يحدث ده بعد كده. ايوه لا ازاي، هو انت لو خسرتها عادي واخدت بالاسباب انت فنيا وحش هتقول ان انت فنيا وحش، خلاص وايه المشكله؟ ما انت خسرت بطوله مش قضيه، وعندك بطولات كتير. لكن يا سيد الفاضل ما احنا في ظل كل ده قلنا برضو كان ينقصنا الكثير في ال 90 دقيقه. ما حدش قال على فكره ان الاهلي كان عظيم وان الاهلي كان، انا بركز وده بس احترامنا للشارع المصري. انا بركز على الجزئيه ليه؟ حضرتك ما انت حضرتك معانا في القصه، انا بحط خطوط فيها ان هو ايه القصه، لماذا الاهلي لغايه النهارده واقف على رجل هو وجماهيره عشان ياكدوا؟ اصل في ناس يقول لك خلاص بقى الجواب ومش الجواب، لا مش خلاص، حصل بشكل متعمد وبشكل يسيء للاداره الكرويه. يعني النهارده الدوله المصريه بتعمل كل المنشات الرياضيه اللي موجوده دي، وفي الاخر نضيعها بشويه ادارات هاويه ما بتعرفش تتعامل. يعني النهارده الدوله عامله استاد مصر، مدينة رياضية، مدينة رياضية الأولمبية، أيوة، وباهتمام من السيد الرئيس شخصيا، نعم، وهو اللي بيشرف على هذا الأمر بنفسه، نعم. وبعدين أجن على مستوى العمل الإداري وضيع كل المجهودات دي. يعني أستاذ جمال في وقت كانت قوتنا الناعمة دي، وإن شاء الله يرجع، بس هو محتاج قرار دولة فعلا، وإحنا بنناشد الدولة في ظل اللي بيحصل ده أن تضع يدها بقى، لأن لما حطت إيدها في إيفنتات كتيرة كانت عالمية 2019 كرة القدم، مونديال اليد الحقيقة، وبينهم كتير قوي 102 بطولة الحقيقة. بس احنا مش لازم نلقي بالمسؤولية، لا لا ده انا مش بقول عليك، معلش انا بقول على التواكل. استاذ جمال انا المفروض في موقع استاذ جمال اقوم بعمل ان الناس دي تيجي وتستعيد فكرة انك تؤهل ناس، زي ما كان السيد محمد احمد رحمة الله لما موظف في اي اتحاد افريقي يقول عايز اجي مصر اتعالج، بيقولوا له الرد من ايام الجوابات اللي بتتكتب، ايوه انت وقبيلتك وشارعكو والعمده بتاع مدينتك تيجوا. مش بنيجي بقى اللي عايز حاجه نسمسر عليه واللي عايز تذاكر نبيعها له سوق سودا. لابد من عوده ده. مصر في افريقيا يلزم هذه القوى الناعمه اذا كانوا يفقهون. قول لي مين فيهم كان مقدر يعني ايه رؤساء الاتحادات هيجوا ورؤساء الانديه الكبرى والسيد انفنتينو، وتقول له بقى ايه؟ تقول له انه سيكون تدشين لملعب كره القدم بالمدينه الرياضيه الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده. اذا لم يكن مؤهل يعني للعب فورا، يا سيدي يتدرب فيه الاهلي ويتدرب فيه الوداد. يا شفت الدنيا كلها كانت هتتصور العاصمه الاداريه الجديده ازاي يا كابتن اسلام؟ لكن ما حدش شغال للبلد دي، وكل واحد يطلع يقول لنا انا متطوع. يا اخي زهقنا تطوع. بناشد السيد الوزير المحترم دكتور أشرف صبحي اللي هو على مسافة واحدة من كل الأندية ومن كل الاتحادات، إن هو يطلعوا لنا تقرير نهائي بهذا الأمر. هو دكتور أشرف عمل عليه؟ أيوة. لا هو عمل إيه؟ هو الحقيقة بعد ما الأول عشان أنا يعني كنت معه طبعا في يعني محادثة هاتفية من أيام إن هو بيقول كان الأندية تشوق، قلت له يا فندم اللائحة، قال لي ليس لدينا لائحة، ده مش تخصصنا، لكن تخصصنا أن نكون موجودين، وعلشان كده أنا بقاعد هو ده من أول أو الحد التدخل في إيه؟ قال يبقوا موجودين زي ما حضرتك قلت، علشان كده برئت الوزارة بين أنها تكون كانت في الديل ده. الوزارة الوزارة المفروض أنها ممثلة للدولة طبعا، ما الراجل قال هنبقى جوه الموضوع بالرقابة. أي ضرر يلحق بالمنتخبات والاتحادات والأندية هي في اختصاص صميم اختصاص الدولة. هو فوز النادي الأهلي
ببطوله دوري الابطال اكيد طبعا. المره الثالثه على التوالي في حدث تاريخي ما بيحصلش، كان اول مره يحصل. لا طبعا بيفرق جامد جدا. مش لبلدك ولا ما انا عشان كده بقول انه اساس اهتمامات الدوله هي معالجه وزاره الرياضه. لو اللجنه الاولمبيه فيها مشاكل من يتدخل؟ الوزارة. لو في اي مخالفات ادارية الوزارة. او مالية الوزارة. الوزارة هي اللي بتتدخل. فنرجو حتى يعني نبقى وصلنا لحاجة بعد كل الكلام ده ان يتم اعلان نتيجة التفتيش اللي قامت به لجنة وزارة الشباب. وعدنا بذلك. وكمان في حاجة، بما انك قلت المنتخبات، هل يعقل ان منتخب رايح يلعب مع اثيوبيا في ملاوي يسافر خمس اعضاء، حتى لو الطيارة واحد مدهلنا هدية؟ خمس اعضاء ايه، مجلس ادارة يعني؟ هل يعقل حتى لو الطيارة مدهلنا؟ يجوز على نفقتهم الشخصية يا عم. الطيارة خاصة يعني جايز. يعني يا سيدي، ما هو هنا برضه عشان ما اقولكش الطيارة خاصة. أربعة يا سيدي. تمام. لا أربعة غير خمسة. صح، على اساس بقى دي ورديه. لا ما انت قلت بدل خمسه وسبعه. انا بقول لحضرتك يعني ده اسمه ايه؟ ما فيش حد عنده حاجه هنا بيتابعها عنده. لا قد يكون برضه، خليني اخد انا بقى النظره الناحيه الثانيه، قد يكون دعم. يقول لك انا مسافر باكبر عدد عشان ما يقولكش ان الناس كلها بتهرب مثلا. او اول ماتش خارجي للكابتن ايهاب جلال. لانه الحقيقه الكلام اللي داير بالنسبه انا كنت هاجي لكم في الجزء الثاني في المنتخب، لكن بما انك فتحته الكلام اللي داير يقول لك يا اسطى، هو محمد صلاح تعبان. في لعيبه خدت اجازات بعد اذنك. نعم. في لعيبه ادوها اجازات. على فكره مفيش مشكله، بس يقولوا اجازه. هو بالظبط كده. يقول اجازه على فكره، ما يقولش ثبت بالكشف على فلان انه عضلته تحتاج يومين في الغردقه. ما ده ما ينفعش. غير محمد، انا بتكلم بشكل عام كمان. ما انا بقولش على محمد أي بس حد. اي حد عايز محمد صلاح ياخد على فكره طبعا. مدير الفني للمنتخب هو الوحيد يرى صاحب القرار. هو صاحب القرار، صاحب يرى القرار. ان عصام شرطه. لا بس احنا اصحاب وجهات نظر برضه، واصحاب راي يا كابتن. طبعا لا ده راي. ما هو انت في الاخر جاي مأجر من مصر فريق عشان يتصرف. بعد اذنك يا استاذ عصام، اللي يحكم القاعده اللي حضرتك اكدته انه يخرج للراي العام بما لديه، ساعتها هو حر. هو ده انا كنت هكمل كلامي كده. لا الله ينور يا كابتن. لا هي دي والله. الله ده انا عايز اقول لك الله ينور. هو يا جماعه، انا صاحب، انا ايهاب جلال، انا صاحب القرار والله. لا عصام انا هدي له اجازه بس وحقه. وجمال مصاب. ايوه. واسلام تعبان مثلا. رؤية كده. انا في الاخر بعد اذنك انا اللي هتحاسب اخر بعد يوم الخميس الساعه 8 ونص بالليل. انا اللي هتحاسب المدير الفني اللي هيتحاسب بالظبط ان هو انت اتغلبت لا قدر الله. نتيجه الماتش كام؟ كسبت. طب كويس، يبقى انت بتفكر صح. بتفكر فيما هو قادم. فاهم حضرتك ازاي؟ لكن ان احنا ما تبقاش عارف حاجه. ما هو ده نفس الاطار اللي احنا ماشيين فيه من الشفافيه 19 يناير وعدم الشفافيه. لو حد طلع وقال يا جماعه انا جالي جواب من 19 يناير، لو حد قال انا طلع حد وقال انا جالي جواب وهنشوف، او اللي عايز يتقدم يا اخي يطلع في برنامج يقول كده. ما تبعتش للانديه، اطلع في برنامج قول الكلام ده. كان الاهلي التقطها، وبيراميدز التقطها زي ما بيقولوا، ومش عارف مين التقطها ومين التقطها، والنادي الاهلي كلمهم طب ابعتوا لنا الجواب عشان على الاقل بتكون يعني ايه درءا للرماد. بس يا كابتن اصلا اللي بيقولوه ده، ولو ان برافو عليك برضو انك خدتهم في سكه كنت تقولوها لو في الميديا، لو كده. لانه في الاخر لا الكاف كان هيسمع الوداد ولا هيسمع الاهلي، هيسمع الاتحاد المصري او المغربي. بالظبط كده. يعني لا وجود لاسم نادي في التفاوض ولا في التنظيم حتى. يا باشا دي بديهيه احنا او الناس بتحاول تتغاضى عنها، بتغير الموضوع. ايوه ما انا بقول لك. يعني بص يا كابتن، بيغيروا مجرى الحوار بين الاتحاد الافريقي والاتحادات في الدول المختلفه المشاركه في البطوله. صح طبعا. هنقعد احنا نفترض ليه ان الاهلي او الزمالك في الوقت اللي جه فيه الجواب 19 يناير كان الاهلي والزمالك موجودين طبعا، وبيراميدز والمصري موجودين. هنفترض ليه ان الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري يبقوا شطار ويعرفوا الجواب، ولو وصلوا كمان هم؟ لا ويعرفوا اللي كنا هنبقى يا باشا. لا ويعرفوا الجواب. يعرفوه منين؟ هيعرفوه منين جواب انا بعته لحضرتك؟ هشم على ظهر ايدي يعني. انا ولا انا بعت لك الجواب يا كابتن اسلام. الاستاذ عصام ما يعرفش عنه حاجه. حلوم من الاستاذ عصام. هو ده يا اخي. ازاي يا فندم؟ هو ده اللي اتكلم امبارح. ده اللي حصل استاذ جمال.
هو يا جماعه قولوا لي تصريحات الاستاذ وليد كابتن وليد العطار بالظبط لو سمحتوا. انا عايز اقول له استاذ جمال حاجه. استاذ جمال لقجع كل ما حد يتكلم يطلع يملى الدنيا وله حق يدافع. السيد لقجع بيطلع يرد على اي حاجه تمس الاتحاد المغربي او الجامعه المغربيه او فكره الوداد. لماذا لا يرد ممثلنا؟ ما هو الادرى بقى بيشعبها ما يقول لنا قوله الفصل. انت ايه رايك؟ انا لغايه دلوقتي انا لغايه دلوقتي نفسي اسال حبيبي وصديقي وصديقنا المهندس هاني ابو ريده لماذا لم يقل ولا كلمه ولا هو شايف ده صح ولا غلط تعليق بخبرته؟ مين هناك مين هنا كانت تتعالج ازاي؟ انا زعلان مش عارف ايه ده. انا بتوجه لك بالسؤال يعني. ما انا خدت اقول السؤال وبقول لك الاجابه. انا اتوقع كنت اني اسمع الا اذا كان استاذ فوزي لقجع الا اذا كان هنا مريدة مضغوط عليه صح. بس هو يتحدث باعتباره مدافعا عما يقال عن بلاده المغرب. بس هو رئيس وناديها. طبعا صح؟ ايوه طب خلي بالك ان كل عضو في الكاف كل عضو في الكاف والفيفا كل عضو في الكاف والفيفا له مقعد زي كده اللي هو عضو في الاتحاد اللي بيقولوا المدربين دول شادو سترايكر. هو عضو مؤصل مش كده ولا ايه؟ هو عضو بيسموه حق له صاحب عضو دولي يعني وله اسمع بعض بس وله ان يقول خبرات كمان وينقل خبرات وهو همزه الوصل وكل حاجه حلوه. اوكي ده صحيح مش محتاج يعني البوزيشن يبقى رسمي. اوكي لا انا هقول حاجه كمان. المهندس هاني ابو ريده او فوزي لقجع عشان يترشح في الاتحاد الافريقي خطاب من بلده. بياخد خطاب من اتحاد بلده. اوكي حتى لو هو مش رئيس ولا عضو طبعا بياخد خطاب عشان يروح يترشح بيه. فالاولى ان هو يدافع عن اتحاد طبعا بلده طبعا بلا شك. وبعدين مش هقول لك يدافع عنك في الخطا لا طبعا يدافع عنك لو انت معاك حق مفيش مشكله او على الاقل نسمع الراي اللي بيقوله. هو ده انا عايز اسمع الراي بس الراي وجهه نظر حضرتك فيما حدث خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. وحتى الكلام اللي بعض الاتهامات وجهت اليه انه هو كان له دور في انه اخفاء الخطاب. انا عايز اسمع رايك. لازم تقول لا لازم تطلع تقول لم يحدث طبعا. ليه بقى؟ طبعا. لانه لو السكوت هنا مش علامه الرضا. السكوت علامه الرضا في لا ما هو لو السكوت علامة الرضا يبقى هو اللي عمل كده يبقى علامة الرضا باللي بيتقال عليك. ما هي برضه يعني هي كده ما هو يا نعم او لا ما فيهاش اصله يعني ولازم ارد. انا بتكلم ده برضه من منطلق احترامي وحبي لهذا الرجل كمصري وكصديق وكل حاجه. انما ان يتم السكوت على هذا الامر ويعدي كده والكلام. هو يا فندم دلوقتي اعتقد انه اللجنه القانونيه العليا اللي تم تشكيلها من قبل الوزاره هتنظر في كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده. هيعلنوا زي ما معالي الوزير وعد. هيعلنوا النتيجه. ما قالكش امتى؟ قالوا خلال ايام يعني. ما الايام دي ما ينفعش تبقى شهر يعني اكيد على الاسبوع ده. لازم تعلن. الدكتور محمد فوزي النهارده كان بيتكلم برضه في احد القنوات المتحدث الاعلامي اللي هو المتحدث الرسمي كان بيقول في القريب العاجل. فنتمنى ان القريب العاجل ده يبقى فعلا قريب. اصل هو هيطلعوا دورين معلش بقى هيطلعوا دورين هيلاقوا مكتب على اليمين بتاع وليد وفي كمبيوتر بس يا جدع افتح الكمبيوتر ده ويشوفوا ايه اللي جه. الموضوع مش محتاج يعني حاجات صح. كتير صراحه على حد علمي بالتكنولوجيا طيب يعني. ما دي حقيقه فعلا. فهو في القريب العاجل يمكن يكونوا هيبصوا على حاجات تاني كمان يعني وده يبقى خير وبركه برضه لانه في تلويش كتير يعني وبالتالي قد يكون ما فيش تلويش يا سيدي ونطلع احنا ناس ما بنحبش الجبلية وقد يكون في فننتهي منه بقى للابد بقى مره انا معاك 100% وكل الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده وهنطلع برضه ونعتذر اذا كان سمت ما طرحناه لا يساوي الحقيقه. استاذ عصام استاذ جمال انا طلعت على الهوا من شويه وقلت للكابتن وليد العطار قلت له يا كابتن وليد لو انت اي حاجه من اللي انا بقولها دي شايف ان هي غلط انا بدعوك للكلام وانا مش هتكلم طبعا. ولو طلعت انا غلط ما عنديش مشكله على فكره. انا يهمني اعرف ان الحقيقه تظهر للناس. انا يهمني اعرف هو ليه اللي حصل في موضوع الجواب. وحضرتك بتعمل دورك وزي ما حضرتك بتعمل دورك زي ما انا بعمل دوري
خلاص. لو انا طلعت غلط في اي حاجه انا قلتها، على فكره انا ما عنديش اي غضاضه تخليني اطلع اتكلم اقول بالزبط. انا غلطان انا اسف. دي ثقافه رائعه على فكره، يعني ما عنديش اي مشكله. انت عايز الراي والراي الاخر بالظبط كده. يا ريت يا ريت يرد. طب ما انا بدعوه ومره تانية امام حضراتكم ان هو يكون متواجد في اي وقت هو عايزه، في اي وقت هو عايزه في البيت الكبير يقول لي رايه فيما قيل خلال هذه الفتره. لماذا انا سؤالين وبعدين انا ما اتكلمتش حتى غير لما هو طلع اتكلم امبارح وقال اجابات هي اجابات غير مقنعه بالنسبه لي. قد يكون هو عنده لائحه ما مش عايز يقولها غير في وقت معين او حاجه معينه يمكن احنا مش عارفينها. انا معاك، هنخليها قد ماشي. انا عشان كده بقول لك قد دايما اقول قد. ما انا بتعجبني منك بصراحه. ما هعمل ايه طيب؟ ما هو لا عشان تدي الاخر حقه يا سيدي قد. فتعالى بقى قولها لنا. طيب الله ينور عليك. بلاش عندي، عند الاستاذ عصام، عند الاستاذ جلال، مش عندي اي حته. لا وليه مش عندك ما مثلا يعني لا يعني قناه الاهلي وعشان ما بقاش اهلي ليه وانا لو قلت وجهه نظر، دي قضيه بقت عامه دلوقتي. لو انا قلت وجهه نظر وانت رديت عليا، هل ده ينتقص من خالص من وجوده كمدير تنفيذي لاتحاد الكوره؟ لا خالص، محدش قال حاجه. بالعكس، وهذا الرجل احنا بنحترمه. هو خطا جسيم طبعا، بس يا فندم حضرتك خطا جسيم. أيوة ما هو. لان انت، انا وجهه نظري وانا حتى قلت وجهه نظري دي امبارح ان هذه هي خيانه مش للنادي الاهلي، هي خيانه لبلدك طبعا، زي خيانه للانديه المصريه بالكامل والكره المصريه. هي لا يصح، والاتحاد كره القدم المفروض ان هو ممثل الكره المصريه. هي لا يصح ان يطلق عليها مصطلح خطا. هذا الامر لا ياتي الا عمدا. اهو بقى في اكتر من كده. ان انا بقول لكم سخنوا وردوا، لا طبعا هذا الشيء بخبرتنا كده. ما اعرفش استاذ جمال، لا صح بنسبه كام. هذا لا يندرج تحت بند اي خطا، لا ضربه حره غير مباشره، ولا 10 عرضه، ولا حتى ضربه جزاء، ولا تقديريه، ولا 10 يعني فار، ولا عصام عبد الفتاح، ولا ينفع فيها اي حد، ولا فار، ولا حكام، ولا اي حاجه. التوب ليفل دي عمدا ولا شيء غيرها. فابرزوا دي عايزه عشماوي هذا المتهم. وانجزوا لان دي ملهاش حل تاني. بس دي عشان مصر مش هترجع لعصر فارس سبتيه. النور يقطع بفارس السبتية. لا يعني احنا عايزين ننور البلد دي. طيب. ونعمل شيء بحجم ما يبذل من جهد في الجمهورية التانية، وما يزايدوش علينا بقى، ولا هم عايزين يرجعوها عقود لورا. مش هيحصل. ظهور الخطابين دول كشف حاجات كتير طبعا. ليه؟ ما ينفعش انا دوري كاتحاد ان انا احول خطاب في نفس الموضوعات واخد منه 5 ايتمات من 7. الاثنين التانيين ايه؟ كخه يعني ولا ايه؟ واحد من مش فاهم، من 7 او من 6، واحد بس ولا واحد ولا نص. لا ده الاخطر. ايوه ولا نص. البند ده بس مش 2، ده 2 دي بدايه تمويع برضه. هو واحد بس علشان النادي الاهلي. وش كده؟ صعب جدا. خليهم بقى يقولوا غير كده زي ما حضرتك طرحت بالظبط كده. يا سيدي قول غير كده يا اخي. انا انما ما تسيبوناش احنا مش قصر يا كابتن. ده حتى الراجل في انجاده اللي جابوه يكرموه هنا قال لك شغلي هيبان. كله الوقت بيجي يتعامل معانا كله بيجي يتعامل معانا يا كابتن باعتبار انه صاحب فضل على البلد دي. حتى الراجل الاجنبي يقول لك بكره تشوفه شغله هيبان بعد 6 سنين. نظريه جحا يا كابتن، نظريه جحا. جحا قال لمراته عايزين نترزق باي حاجه، انا هجيب الحلل من الناس واقول له كل واحد هات 100 دينار دهب، وانا اخلي حلتك تولد زي ما تودي مثلا يعني بقره او كذا للراعي. المهم عم جوحة قالت له كده هنروح في داهيه. لا ما انا قايل لهم 5 سنين يظهر جوحة كان يعرف فنجاده. زي ما الحلل هتخلف، الحلل ممكن تموت يا ما يا حاج اما يا ام محمد. ما هو ابن جوحة كان اسمه محمد عادي بقى، وحد هيسال حد عارف حاجه. ما هو ما ينفعش كده الحقيقه. طب جالي وانا مخبيه فمش هقول لك ان اسمه محمد. 5 سنين يعني حاجه غير اهو. طلع عنده طلع فعلا شهاده الميلاد قصدك صوره منها او شهاده الميلاد. ما هو ده الجواب على حجر كبير كده. لا يا جماعه لا، انتوا بجد شر البليه ما يضحك. اوعوا تحولونا للمشهد ده. مصر اكبر من اي حاجه. النادي الاهلي لا يدير بطوله عشان ما تصغروش الجيم. النادي الاهلي دولابه مليء بالبطولات. النادي الاهلي صاحب اعلى الارقام. ده انا ما بتكلمش عن منافس برضه ما تصغروهاش. لا انا بتكلم عن الرانك. بلدك في مكانه افريقيه وعالميه برغم كل معاناتنا من الاداره الكرويه واهل المحتوى. ناديك الاول موجود في مكانه تانية. تفرق معاه ايه بطوله يا جماعه؟ عيب.
عيب، ما تصغروش الجيم. اه ما تصغروش الجيم، خطر يا استاذ جمال. صح. صح ولا لا؟ صح طبعا طبعا. بعد قصه جحا وفنجاده اعتقد ان احنا كده ايه بقى؟ لازم خلاص. مفيش. الحقيقه هي قصه واقعيه. ايوه هزليه. ايوه صح. جحا رئيس الاتحاد الكره الدوري. لا لا ما اعرفش بقى دي ايه. جحا رئيس الاتحاد الكره. لا خلينا بعيد. انا بتكلم على جحا وفنجاده دي هي قصه بالفعل هي قصه هزليه ولكن هي قصه واقعيه. صحيح. هو ده اللي بيحصل. مش هو ده اللي احنا شايفينه. للاسف. خلاص الجواب ما حدش قال يعني الاهلي ما قالناش. عيب علينا ان احنا. هو الاهلي هيعرف منين؟ حد حضرتك. طب على فكره كان ممكن يطلع يقول مثلا انا كلمت مدير تنفيذي يبقى اكلم الدكتور مثلا دكتور سعد شلبي. ما اعرفش انا بقول اي كلام. كلم دكتور سعد شلبي قلت له كذا حصل ما حصلش ما اعرفش. كان ممكن يحصل اي حاجه غير انه يقول انه النادي الاهلي ما كلمش. الاتحاد الافريقي قصدي الاتحاد المصري بيتعامل مع النادي الاهلي زي ما الاتحاد الافريقي بيتجاهل خطابات النادي الاهلي كما لو ان الاتحاد المصري ده مش تبعنا. مع ان الاتحاد المصري هو كما ان الاهلي اللي مش تبع الاتحاد الشرعي. او كان الاهلي هو اللي مش تبع الاثنين. فما ينفعش كده. لازم يكون في مواجهه وفي هنقول شفافيه بس طبعا هي درجه عاليه قوي. اتمنى ان يظهر او ان تظهر الحقيقه خلال الايام القادمه. وانا عن نفسي مش هسكت وما اعتقدش ان الاستاذ عصام او الاستاذ جمال هيسكتوا. لا يمكن طبعا الفتره اللي جايه. عموما يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام. شكرا يا كابتن. كنا نتمنى بقى ان ناخد شويه حاجات كمان معاك لكن جحا فرض نفسه. جحا بصراحه لازم انهي بعد جحا وال هي اصلها لطيف. هي القفله حلوه. القفله حلوه. فما ينفعش استنى بعد كده. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال. هنطلع فاصل وبعد الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد وبعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه المنتخب السابقه والقادمه ان شاء الله بعد هذا الفاصل.